الله تعالى وبركاته. معكم هاجر أفخار، وحدة من سكينات المنطقة. أولا الحمد لله على كل حال، تضررنا بزاف والحمد لله هذا قدر الله، احنا راضيين به. أما بالنسبة للخسائر وسميتو، احنا متضررين من الناحية المعنوية والمادية بزاف، وناس ناس عيالات حاملين دراري صغار هما الاكثر ضررا في هذا الشيء كله، وباقي الناس تحت الانقاض مازال ما عرفناهمش واش حيين ولا ميتين. الحمد لله على كل حال، دازت ليله مرعبه واحد شويه، ولكن الحمد لله في سبيل الله. اولا في الاول حنايا ما كناش عارفين، حيتاش في الاول عمرنا عشنا اصلا في حال هذا الموقف باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا معاه، ولا فاش ضرب ما عرفناش صحابنا واش شي بوطه تفركعات ولا شي حاجه. خرجنا كنشوفوا الناس كتجري والحيطان كيريبوا علينا، صافي خرجنا وجينا لهنايا جالسين في الخلا، نصبوا لينا الدراري خيمات بحال هكا وجالسين مضرقين على الشمس والبرد، وكان كله الحمد لله. حنا محتاجين من كاع الجوانب. الحمد لله دابا وصلت واحد القافله، الحمد لله جابوا لنا شويه الماكله، ولكن محال تكفينا حتى النهار نهار كامل. ولا المسؤولين مازال ما شفنا منهم حتى شي حاجه. حنايا تعاوننا مع بعضياتنا وتضامنا، وكل واحد وجبد داكشي اللي مخبي في دارو، وشي واحد خاطر بحياته ودخلوا وهزوا مانطات وجينا تغطينا، غطينا دراري صغار عيالات، والحمد لله حنايا ناعسين. ومازال دابا مازال حتى شي واحد ما جاب لينا حتى شي منطقه يقول لينا غير هاك وهاجي زيدوها. مازال ما وصلتنا حتى شي مساعده حنايا. بالنسبه لينا حنايا مازال ما شفنا حتى حاجه من غير داك الشيء، من غير ديك القافله اللي شفنا واحد شويه هادي بوحدها. وكنطلبوا من السلطات المعنيه بحمايه المواطن، كنطلبوا بجميع المحسنين اللي في يدهم ولو حاجه قليله انهم يعاونونا، حيت راه بصح حنا متضررين ما كنتكلموش عن فراغ. الحمد لله على كل حال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.